وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد قليل إن شاء الله تعالى غادي نبداو، تحكوا لي إخواني والأخوات نبداو. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالجميع.
دونك غادي نبداو ان شاء الله تعالى بعد دقيقة او دقيقتين. غادي نبدا ان شاء الله تعالى بعد دقيقة او دقيقتين. دونك لي زعاد ترونسلاسيون. دونك نكملو داكشي اللي بدينا البارح، نكملو داكشي اللي بدينا البارح في اللايف. دونك على بركة الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله ومن والاه. نبداو حصتنا لهذا اليوم. لحظة، دونك قلنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله ومن والاه. على بركة الله نفتتح حصتنا لهذا اليوم ونكمل ما بدأناه في الحصة الماضية فيما يتعلق بدرس الإزاحة لا ترونسلاسيون. في الحصة الماضية رأينا أو تطرقنا إلى مفهوم المتجهة، يعني المتجهات، الخاصيات المميزة للمتجهة، لي بروبريتي كاركتيرستيك وبيان لي كاركتيرستيك دان فيكتور. دونك شفنا بلي ان المتجهه كتميز بالمنحى، لو سونس كتميز بلا ديريكسيون، الاتجاه كتميز بلا نورم اللي هو المنظم. وشفنا كذلك شنو هي الفيكتور نيل، المتجهه المنعدمه، شفنا لو فيكتور اوبوزي، شفنا كذلك علاقه شال، شفنا الباراليلوغرام يعني متوازي الاضلاع. ثم شفنا كذلك كيفاش كنرسموا نقطه انطلاقا من الازاحه. وفي هذه الحصه غادي ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا لي بروبريتي ديال لا ترونسلاسيون، غادي نشوفوا الخاصيات ديال الازاحه، جميع الخاصيات. ثم غادي نخدموا نماذج من امتحانات جهويه سابقه،
غادي نخدموا عليهم ان شاء الله تعالى، ونوريكم لي ديمونستراسيون كيفاش كنبينوا منتصف قطعه، كيفاش كنبينوا بلي ان واحد النقطه هي صوره نقطه انطلاقا من شكل او انطلاقا من معطى، كيفاش كنبينوا كنحددوا قياس ديال واحد الزاويه لا ميزور دان لونغل، كيفاش كنحددوا ليماج دان سيركل، كيفاش كنحددوا ليماج دان سيغمو يعني من صوره قطعه. هادشي كله ان شاء الله تعالى غادي نحاولوا نشوفوه في هاد الحصه هادي. اولا غادي نشوفوا لا غولاسيون فيكتوريال ديال لا ترانسلاسيون، العلاقه المتجهه اللي لزاها. عندما نقول دونك اول ما نبداو به ان شاء الله تعالى غير واحد الملاحظه بسيطه، اولا نقولوا عليها قاعده ولا سموها ما شئتم. قاعده غيغل، عندما نقول ملي كنقولوا بلي ان، ركز معايا، ا او ب صورة ا بالازاحة التي تحول بصورة ا بالازاحة التي تحول س الى د مثلا. بالفرنسيه كنقولوا بي ايليماج دو ا بار لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم par la translation qui transforme C en D. ركز معاها. B صورة A B l'image de A par la translation التي تحول الازاحه التي تحول سي الى دي. هاد جوج ركز عليهم مزيان، كي ترانسفورم سي اون دي. هاد جوج ركز عليهم مزيان، ركز معايا شنو غادي نقول لك. ملي كنقولوا بي صوره ا، ملي كنقول لك بي ايليماج دو ا، اشنو هي المتجهه اللي غادي نشكلو؟ ملي كنقول لك بي ايليماج دو ا، شكون هي النقطه اللي في الاصل وشكون هي النقطه الجديده بصوره ا؟ شكون هي اللي الاصليه وشكون هي اللي الجديده؟ فوالا. دونك الاصليه هي ا، ب هي هي جديده. الاصليه هي ا وب هي جديده. مزيان، ا هي الاصليه. اذا شنو كيعني هذا؟ هنا غادي تعقل على واحد القاعده ضروري انك تكون عارفها. علاش؟ لان هي المفتاح ديال البرهان ديالنا، المفتاح ديال مجموعة من الأسئلة اللي كيكونوا عندنا في الامتحان. شنو غادي دير؟ ركز معايا. هاد الجملة هادي كيفاش غادي نحولها لواحد العلاقة اللي هي متجهية اللي أنا غادي نستافد منها؟ أ هي النقطة الأصلية، إذا هي اللي غتكون في الطرف. أ هي النقطة الأصلية. ب هي النقطة الجديدة. إذا هنا غتشكل لي المتجهة AB. مزيان، هنا قال لك التي تحول السي إلى D. إذا السي هي الأصلية
ودي هي الجديدة التي تحول السي التي تحول السي إلى الدي. أشنو كتقول دابا الخاصية ديال الإزاحة؟ كتعريف ديالها كتقول أنه إلى خدينا واحد النقطة هي الصورة ديال واحد النقطة بواحد الإزاحة اللي كتحول ليا السي إلى الدي أو واحد الإزاحة اللي المتجهة ديالها معلومة، فإن أبي يساوي سي دي، فإن أبي يساوي سي دي. صافي، فإن أبي يساوي سي دي. نكتب أن صورة أ تي ديال أ كتساوي بي، صورة أ هي بي، يكافي أن أ بي كتساوي سي دي. هنا فقط عوض لنكتبو بي صورة أ بالإزاحة كنكتبو هكا، تي ديال أ كتساوي بي، يعني الصورة ديال أ هي بي. يلا بدينا سي حسن. إذن أ بي كتساوي سي دي. أنا غنخدم معاك بزاف، علاش؟ لأن هذه هي المفتاح. إلا بغيتي تفهم لي ديمونستراسيون اللي غادي نخدم، إلا بغيتي تكوطر تبي معاه وما غاديش يبقى معقد، إلا بغيتي تفهم لي ديمونستراسيون البراهين، البراهين كيفاش غادي نبينو ديك باين اللي قلتو لي كتحلو فيها، ركز معايا في هذا السؤال. جوج النقط ديال الإزاحة مضمونة. أجي دابا نكحزو هذه لهنا. مثلا ركز معايا، قال لك تي ديال أ، قال لك سي صورة دي بالإزاحة التي تحول او الى اف. شنو غادي دير؟ غتقول لي لدينا تي ديال سي هي اش؟ سي صورة دي. إذن تي ديال دي هي سي، تي ديال دي كتساوي اش؟ كتساوي سي. غتقول لي لدينا، علاش؟ لان كنقولو تي ديال دي صورة دي بالإزاحة تي. هاد الجملة كتقرا صورة دي بالإزاحة تي كتساوي سي، عادي. دونك شنو غادي نقول ليه؟ غنقول ليه إذا نركز معاهم، هادي هي المفتاح. شكون هي الأصل؟ سي هي الصورة. إذا غنبدا ديما بالدي، دي سي كتساوي، ثم كناخد هاد المتجهة اللي هي او الى اف. اذا او، شوف غنبدا السهم من او الى اف، التي تحول او الى اف. ها هو مبقاش ضو في اللوحة. واخا سيدي غادي نجيب ورقة. قلنا او او لا سي صورة دي بالإزاحة التي تحول، ممكن نبطوها او الى اف. شنو غادي نكتب؟ ركز معايا مزيان. غنقول ليه لدينا سي هي صورة دي، سي هي صورة دي. إذا كنقول تي، تي هي لا ترونسلاسيون، تي هي الإزاحة. هاد الكلمة ديال الإزاحة هي تي، تي ديال دي كتساوي سي. كنقراو من هنا، تي ديال دي هي سي. راه تي هي لا ترونسلاسيون، لا ترونسلاسيون الإزاحة، إزاحة. إذن غنشرح بالفرنسية غير بلاتي. إذن شنو غادي يكون عندي؟ غتكون عندي دي سي، دي سي كتساوي تحول او إلى اف.
سي ليماج اوبس سي ليماج دو دي par la translation qui transforme E en F. هاد الجملة كتعطاك في المعطيات. هاد الجملة كتعطاك. اشنو غتقول لي؟ غتقول لي اون ليماج ديال دي حيت سي هي الصورة، سي هي ليماج. إذا تي ديال دي كتساوي سي. غتقول ليه دونك اللي خصك تعقل عليه هو العلاقة المنتجية. صافي غتقول ليه دي سي دي سي هاد المنتجية كتساوي اف. دابا ما تركزوش مع الكتبة الاخوان، ما تركزوش مع الكتبة. دابا غير غنشرح ليك، ما تركزوش مع الكتبة. دابا ركزوا مع الشرح، ركزوا مع الفهم. تي ديال ا كتساوي سي، شنو كتعني هاد الكتبة هادي؟ كتعني اش؟ ان السي صورة هي ليماج ديال ا بالإزاحة تي. هادي كتعني هاد الكتابة كتعني أن السي هي الصورة ديال أ بالإزاحة تي. سي صورة أ بالإزاحة تي. سي ليماج دو أ باغ لا ترونسلاسيون تي. هاد الكتابة هادي كتعني أن السي هي الصورة ديال هادي بهادي. صافي مزيان. شنو بغيت نخرج منه؟ الإزاحة ضروري قلنا البارح بلي أن كيعطيك الإزاحة، قلنا بلي أنه كيعطيك أش؟ كيعطيك واحد المتجهة. إذن هنا غتكون لي متجهة أسي. كتساوي المتجهات تساوي، ها انت تركز مع تساوي متجهات الإزاحة. منين كنجيب هاد الفيكتور ديال الترونسلاسيون؟ منين كنجيبها؟ كنجيبها هاد متجهات الإزاحة كنجيبها من الكلمة ديال تحول مثلا او الى اف، كي ترونسفورم E A F. يعني هاد المتجهة اللي كندير هنا في هاد التساوي، هاد المتجهة كنجيبها من تحول E إلى F. ترانسفورم E A F. يعني المتجهة كتبدا ديما من E A F. E F. تحول E إلى F. E F. دابا حاول تعقل على العلاقة. غادي نزيد وحدة وندوزو للخاصية ا، ولا نديرو ام صورة سي او لا صورة بي بالإزاحة تي التي تحول او الى سي. شنو كتساوي هذه المتجهه؟
تري بيان جيان تري بيان ماشي ام بي ماشي ام بي ماشي ام بي ماشي ام بي حمزة ماشي ام بي ماشي ام بي بي ام فوالا جاناتو ريحان جو بي ام ماشي ام بي ماشي ام بي راه كنبدا من هنا بي ام كتساوي او سي شوف شوف معايا بدا من الداخل بدا من الداخل بدا من الداخل ورجع من الداخل وسير على برا بدا من الداخل بي ام كتساوي او سي من الداخل شوف معايا بحال ديك اللعيبه ديالك كام بي ام كتساوي او سي ان صورة دي بالإزاحة التي تحول ام الى ان زيد مازال دي ان كتساوي ان ان هنا ماشي ان عفوا هنا ماشي ان هنا نديرو ان بريم ولا شي حاجه ان بريم هكا صافي فاهمين ياك واخا زيد صافي الاخوان الفكره واضحه ها انتم باش نشرحها لكم دابا ها النقطة باش تفهموا مزيان هذه النقطة هادي لو بوان هادي الفيكتور ديال الترانسلاسيون لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم ام ا ان قال لك بي ليماج دو ان هذه هي الصورة هذه هي ليماج هذه النقطة هذه هي الصورة وهذه هي النقطة الأصلية صافي هذه هي الفيكتور ديال الترانسلاسيون هذه مرتبطه باش هذه مرتبطه بالازاحه ترانسلاسيون هذه كتعطاك في التمرين انا قال لي انشئ لي النقطه بي بي هي ليماج ديال ا بي هي الصوره اذا غنبدا بهذه هادي غندير ليها ازاحه غنديها هادي 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 غنديها لهنا هادي غنديها لهنا هاد لو بوين غنديها لهنا اذا هادي هي الاصليه اذا ملي غادي نكتب المتجهه كنبدا ديما من لوريجين من الاصل هادي مشات عند هادي وام مشات عند ان وراه ساهل تحولهم المتجهه ا بي وكدير سهم فوق منها كتساوي ام وكدير سهم فوق منها
رشيد راه الانشاء درناه البارح الله يرضي عليك. سي رشيد زروال راه لا كونستريكسيون ديال لي بوين راه درناه البارح. دابا انا ما كنشرحش لا كونستريكسيون ديال لي بوين. المنتقدين ها لا كونستريكسيون دي بوين راه درناه البارح. ها لا كونستريكسيون دي بوين درنا بالبيركار وكذا وما حنا ما كنديروش لا كونستريكسيون دي بوين. صافي الاخوان مفهومه هذه الفكره هذه ندوز. فوالا دونك هذه الفكره الاولى اللي ناقشناها. دونك دابا غادي نشوفوا الخاصيه الاولى. الخاصية كتقول الخاصية كتقول إذا كانت نقولها اكتبها بالعربية وبالفرنسية. إذا كانت أ بريم صورة أ إذا كانت أ بريم صورة أ بالإزاحة تي وكانت بي بريم صورة بي بالإزاحة تي. ركز معايا هاد الخاصية مهمة بزاف. فإن أ بي كتساوي أ بريم بي بريم. هاد الخاصية مهمة بزاف. إلا كانت واحد النقطة هادي مثلا هي الصورة ديال هادي غادي نترجم غادي نترجم غادي نترجم كتعقدوني بهاد الفرنسية هادي غادي نترجم. وكانت بي بريم الصورة ديال بي فإن أ بريم بي بريم كتساوي أ بي. بالفرنسية بالفرنسية عاود 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 بالعربية وضح الصورة. راه لست مسؤولا عن الصورة يا أصدقاء لست مسؤولا عن الصورة. سيب لا سيب سيب الراني بعد الراني دي قامة ولا ما غير تبع يا صديقي تبع يلا قلنا بسم الله تبع باقي الأمثلة باقي الثمن غير تبع. سي أبريم إليماج دو أ ليماج باغ تي. نتوما راه الدراري اللي كيقراو في المدرسه عارفين شنو هي تي ترونسلاسيون باش بلا ما نكتب بها لا ترونسلاسيون. اي سي بي بريم اي ليماج دو بي par T. Alors A prime B prime
اتجاه AB. A' B' اتجاه AB. هادي ماشي لا كيستيون ديال ما كيفهموش العربية، لا كيستيون ديال يسحبوا مراه زعما راه الا شرحت بالفرنسية راه غادي يفهموا. التلامذة مساكن واخدين فكرة مغلوطة على الرياضيات ككل، يسحبوا مراه الرياضيات الا قراوها، الا ما قراوها بالفرنسية راه ما غيفهموهاش. الله يحسن العوان. انا اللي استاذ وكنقري لي بيوف وكنشرح لهم بالعربية، كنقري لي بيوف كنعطيهم الكورون فرونسي، ولكن كنشرح بالدارجة، كنشرح بالعربية. وكيجي واحد التلميذ كيقول لك عافاك استاذ الفرنسية، ماشي مشكل ماشي مشكل. يلا ركز معايا ركز معايا، الرياضيات ماشي ما بقاتش في الفرنسية، ركز معايا نشرح لك الفكرة، نشرح لك الفكرة، ركز معايا. باش نديرو مراجعة النيت غادي نديرو الأشكال باش نشوف واش فعلا هاد جوج متجهات متساويين، نديرو ديمونستراسيون انطلاقا من الشكل. أما الديمونستراسيون ديالها راه ساهل، الديمونستراسيون ديالها كيفاش لقينا هادي مسألة بسيطة جدا. أشناهو الديمونستراسيون ديالها البرهان ديالها شنو غتقول لي؟ ركز معانا نشرح لك الطريقة ديال طريقة باش كنديرو برهان. باش نشرح لك الفكرة، شوف شنو غتكتب ليه، شوف شنو غتكتب ليه. غتقول ليه لدينا هكا كنديرو البراهين، لدينا كتمشي للمعطيات، هاد لدينا هادي عقل عليها، لدينا عقل عليها باللا زينة، هي اللي كتجيب لنا الخبيرات. هاد اللا زينة هادي هي اللي كتجيب لنا الخبيرات، يعني اش؟ كتجيب لنا فقط ما يوجد في المعطى وما يوجد في الدرس. لدينا يعني عندي كمعطى في التمرين ديالي، نعلم ان كنديروها اون سيكو، نعلم ان كنديروها الا بغينا نجيبو المعلومات منين؟ من الكور. اما الا بغينا نجيبو المعلومات من الدرس يعني من التمرين كنقولو لا زينه، صافي لا زينه، عقلوا على لا زينه. دونك لدينا شنو عندي في المعطيات؟ قال لك ودي ا بريم هي الصوره ديال ا، غتكتب ليه لدينا ا بريم صورة أ بالإزاحة بالإزاحة تي التي تحول مثلا ب إلى سي، التي تحول مثلا أ إلى اف. شنو غتقول ليه؟ غتقول ليه اذا اش كتعني هادي؟ شرحناها قبيلات، اش كتعني ا بريم صورة ا؟ يعني كتمشي لهاد النقطة وكدير ليها سهم لهنا، يعني متجهة لهاد الجي، حيت هادي غتمشي لهنا، و او الى اف غتمشي لهادي اللي لداخل غتحولها لهادي. اذا غيتشكلوا عندك جوج متجهات، إذن ا بريم كتساوي اش؟ كتساوي او اف. ا بريم كتساوي اش؟ كتساوي او اف. هادي راه قلناها قبيلات، غتمشي غتعاود لي نفس الحاجة. لدينا بي بريم صورة بي بالإزاحة تي التي تحول مثلا او الى اف. مثلا عندك في التمرين تحول او الى اف، شنو كتعني هذه؟
غتقول لي تاني اذا احنا استفدنا منها جوج مرات من داكشي اللي درنا في التعريف. اذا اش بي بي بريم كتساوي او اف. بدات كتوضح الصوره. هنا راه مجرد تعريف، هنا لا ديفينيسيون باش خدامين. دابا ركز معايا، لاحظ معايا، عندي هادي كتساوي او اف، وعندي هادي كتساوي او اف. شنو غادي نستنتجو؟ غادي نقول ليه من واحد و اثنان، واش كندير بالفرنسيه دا بري ان اي دو. اما هاد الجمل بلا ما نعاودهم بالفرنسيه راكم عارفينهم، دا بري ان اي دو اون لدينا. شنو عندنا؟ غادي نستنتجو بلي ان ا بريم كتساوي بي بي بريم. علاش؟ لان بجوج بهم كيساويو نفس المتجهه، بجوج بهم كيساويو نفس الفيكتور. فهاد الحاله غنقول لي ا بريم كتساوي بي بي بريم. راه هادي غير ملاحظه، كنديرو حتى شي حاجه ديال السماوي، ملاحظه فقط. شنو غتساوي؟ غتعطيكاش ان ا بريم كتساوي بي بي بريم. لحد هنا فقط ملاحظه، ا بريم كتساوي بي بي بريم. شفنا في القاعده ديال الباراليلوغرام، لا ريغل دو باراليلوغرام، اذا العلاقه الجديده هي هذه. متى نقول ان رباعي هو متوازي اضلاع؟ متى نتحدث عن باراليلوغرام؟ امتى كنهضروا على الباراليلوغرام؟ امتى كنهضروا على الباراليلوغرام؟ ملي كتكون عندي متجهه كتساوي متجهه اخرى، اذا هنا كيتشكل ليا الباراليلوغرام. هنا كيتشكل ليا الباراليلوغرام. نجيب ورقه باش نشرح لك علاش كنهضر. عندي المتجهه ا بريم، ها هي ا بريم كتساوي ليا كتساوي المتجهه بي بي بريم. أميرة أمي أنا، راه الترجمة ساهلة، ديرو نتوما لا تخاديكسيون. ويلي واش نبقى نكتب أنا كلشي؟ راه صعيبة أنك دير لا تخاديكسيون لكلشي، راه نتوما قريتو في القسم، مسموح لي يمكن لكم أنكم ديرو لا تخاديكسيون. ا بريم كتساوي بي بي بريم، يعني تشكل ليا لو باراليلوغرام. هاد الباراليلوغرام هذا، هاد الباراليلوغرام، بلا شي واحد ما يقول لي حكا راه مستطيل، راه المستطيل هو متوازي اضلاع في الاصل ديالو. دونك هنا باراليلوغرام، دابا كيفاش كنقراه؟ واحد، جوج، تلاتة، ربعة، كيفاش غنقراه؟ واحد، جوج، ماشي تلاتة ربعة، لا، تلاتة، ربعة، هكا كنقراو الباراليلوغرام. كنقول ليه إذن ا ا بريم بي بريم بي، هذا راه مستطيل، كل مستطيل هو متوازي اضلاع. تو لي ريكتانغل سون دي باراليلوغرام، اذا هذا متوازي اضلاع. دونك ا بريم بي بريم بي ايتان باراليلوغرام. هادو من التقنيات ومن المعلومات اللي كنحتاجوهم باش اننا نديمونطريو. ا
ا بريم بي بريم بي كتقرا سميتو المتوازي لهاد لا. الا كان هذا باراليلوغرام، ركز معايا، الا كان باراليلوغرام يعني من حقي ناخذ اي جوج متجهات ونقول لهم راه متساويين. لذلك انا الهدف ديالي هو انني ناخذ هذا المتجه هادي مع هذا المتجه هادي، هذا هو البرهان. الهدف ديالي بما انني قلت باراليلوغرام من حقي ناخذ كل جوج متجهات كما بغيتهم، ولكن انا بغيت نبين ان ا بي كتساوي ا بريم بي بريم. غادي نقول ليه ومين دو ا بي ايتيغال ا بريم بي بريم. ها حنا بينا القاعدة، ها حنا بيناش بينا القاعدة، وهذا هو الهدف ديال هاد البرهان هذا. سي عبدو ما كاعي والله، ما كاعي يا اخي والله، والله ما كاعي والله 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 والله. بعد قليل ان شاء الله تعالى غير قلت لي شي واحد شي حاجه وغادي نشدو فيه شويه ونضحكوا الجميع. راه كنعطيك دابا تمرين، هذا راه سو فورم دان اكزيرسيس. وا سي عبدو راه هذا سو فورم دان اكزيرسيس اصاحبي. استاذ بغينا التمارين، الا ما فهمتي الخاصيه باش تخدم التمرين. الاخوان راه معكم استاذ ديال الرياضيات بالسلك الثانوي التاهيلي لمده 8 سنوات. راه قرينا الرياضيات التحفينة. واش بغيتي تكونوا بحال الناس البكالوريا اللي خرجوا كيبكيو؟ علاش؟ حيت حفظوا التمارين، حيت حفظوا التمارين. بغيتوا تحفظوا التمارين وتمشيو للامتحان وتلاقاو شي سؤال ما تقدروش تجاوبوا عليه؟ الا بغيتو ديك المنهجيه راه التمارين واجدين. طق طق هاندا، الا عطاوك هادي حفظ هادي، الا عطاوك هادي دير هادي، عطاوك هادي دير هادي. والا مشيتي للامتحان تلقى شي حاجه اخرى تفرج فيها. واش بغيتي تفهم؟ تفهم الدرس؟ بغيتي تفهم الدرس اولا بغيتي انك اش فقط نعطيك المعلومات جاهزه وتحفظهم وسير في حالاتك؟ راه الرياضيات الاخوان راه ما كتقراش بديك الطريقه. الا بغيتي ديك الرياضيات ما كايناش عندي انا، بغيت الرياضيات ديال خلط جلط وسير في حالاتك ما عنديش، ما تلقاش عندي. غاسر بدل العتبه سير لايف واحد اخر راه ممكن تلقاها. بغيتي المعرفه الحقه ونس بشويه علينا بشويه تنضبطوا الامور. جميلة جميلة، بما انك كتقولي ما بغا تدخل لك راسك، مستحيل انها تدخل لك راسك، كي باش نتفاهموا. اللي بغا يتشبع بالرياضيات تبع معايا. بغيتي انك تخدم التمارين سير يا اخي لشي بلاصة وخدم التمارين، والله ما تلقى عندي انا مشكل. راه ما بارطاجيت، ما بارطاجيت، ما مشيت كنقول لشي حد جي تفرج، ما حتى شي حاجة، انا طلعت اللايف الناس هما اللي دخلوا. يلا ركز معاها. قلنا في الخاصيه البروبريتي، الخاصيه قلنا هاد الخاصيه راه كنستعملوها مباشره، هاد الخاصيه كنستعملوها مباشره. من بعد في التمارين غنشوفوا خمسه الخاصيات، خمسه. من بعد في التمارين كل سؤال غنقول لك باستعمال الخاصيه رقم واحد، وانت غتفهمني علاش كنهضر. يلا ركز معاها. اش كتقول هاد الخاصيه؟ كتقول لك الا كانت واحد النقطه ا بريم مثلا صوره ا، وكانت بي بريم هي صوره بي، راه من حقك انك تقول هذه المتجهه كتساوي هذه المتجهه، من حقك انك تقول هذه كتساوي هذه. نعطيك مثال في التمرين، نعطيك مثال في التمرين. مثلا جيت في التمرين، جيت في التمرين، ركز معاه، ما غاديش نعطيك النص ديال التمرين غير غادي نشرح لك شنو بغينا. قلت لك مثلا انشي ب مثلا او لا ام صوره ب بالازاحه تي،
وقلت لك ثانيه بطل تحت، قلت لك لتكون من بعد ما درتي الانشاء لتكون ان صوره ا بالازاحه تي. وجيت لواحد السؤال قلت لك بين ان بالفرنسيه مونتري كو، ديك بين ان اللي كتعقدكم. قلت لك بين لي ان ام ان كتساوي بي ا. اذا كيفاش غادي نبينها؟ راه ساهله، حيت هادشي كيكون مدكس في التمرين، انت ما كتشوفش مزيان. شنو غادي نقول ليه باش نبين هادي؟ والو 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 والو، غتكتب ليه لا داينه ام صوره بي، يعني هادشي اللي كان في المعطى تعاود كتبو بالازاحه تي. On a M et l'image de B par T. T, il y a la translation, l'isaha. Radgoulé, wa N surat A l'isaha T et N et l'image de A par T. شنو غتقول لي دابا؟ غتقول لي إذا دونك شنو كتقول لك الخاصية؟ كتقول لك إلا كانت M صورة ديال B هكا، وكانت N صورة ديال A، راه من حقك كخاصية انك تقول ان هاد الجوج المتجه اللي كتعطينا هاد الجوج ام ان. من حقك انها تقول هاد ام ان كتساوي بي ا، حيت عندك فيها خاصية. ام ان كتساوي بي ا حيت عندك خاصية، يعني ملي كتكون عندنا خاصية في الدرس ما كنحتاجوش اننا نبينو ديك الخاصية نهار الامتحان. منين جات هاد الخاصية هادي؟ علاش كنقولو الا كانت ا بريم الا كانت ا بريم الصورة ديال الصورة ديال أو بي بريم الصورة ديال بي، راه هذا كيساوي هذا. ها منين جات هادشي؟ إلا بغيتي تكتب ليه برهان، هادشي إلا بغيتي تكتب ليه لو باراليلوغرام، غتقول ليه إلا بغيتي بالتفاصيل المملة الدقيقة، غتقول ليه ديك الجملة غتحولها بالتعريف. حيت شنو كيقول التعريف؟ التعريف يقول إذا كانت أبريم صورة أ بالإزاحة التي التي تحول أ إلى ف، هكا كتكون الجملة في التمرين. سي أبريم إي ليماج دو أ باغ لا ترونسلاسيون تي كي ترونسفورم أ أون إف. شنو كنكتب ليه؟ دائما كنمشي لهنا وكنخرج، اذا الفيكتور ا بريم كتساوي الفيكتور او اف، المتجهه ا بريم كتساوي المتجهه او اف. ها هي، غنعاود ناخذ الجمله الثانيه. لدينا من المعطيات، راه ماشي جبتها من عندي، بي بريم صوره بي بالازاحه تي 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 تي. مزيان، شنو غتعطيني حتى هي؟ حتى هي غتعطينا بي بي بريم كتساوي او اف. هنا ملاحظة، بما ان هادي كتساوي او اف وهادي كتساوي او اف، اذا هادو متساويين بحال، حيت كيعطيونا نفس المتجهة، هادو متساويين. دابا الا بغيتي تقول متوازي الاضلاع
كيفاش غنقدروا نقولوا بلي ان هذا ان باراليلوغرام؟ كيفاش غادي نقولوا بلي ان هذا ان باراليلوغرام؟ الطريقه باش كتقراها من المتجهه كتبدا ديما واحد جوج ثلاثة أربعة، شتي ديما كتبدا من برا واحد جوج ثلاثة أربعة، واحد جوج ثلاثة من برا أربعة لداخل، واحد برا واحد لداخل، واحد برا واحد لداخل، أ أ بريم بي بريم بي، هاهي كتلصقهم بربعة وكتقول إذا متوازي أضلاع. إلا كان متوازي أضلاع من حقك تاخذ المتجهتين اللي عجبوك. أنا عجبوني هادو، وانت شوف التمرين شنو طلب منك. يلا هذه هي اللعبه الاولى اللي تعلمناها، هذه هي التويشيه الاولى اللي تعلمناها. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. شوف معايا شوف معايا، انتوما اللي كتقولوا التمارين، دونك غادي نديروا غير واحد السؤال في امتحان ديال جهات الدار البيضاء. شكون اللي كاعي؟ الا ما كاعي والو، اما كاعي والو، لا انا غير انا اللي سكت، ماشي الصوت مشى. الامتحان ديال جهات الدار البيضاء 2014. لحظة الاخوان نجيب الشارج لان التليفون غيطفى. الامتحان ديال الدار البيضاء 2014 قال لك ليكن ا بي سي مثلث، قال لك في التمرين ديال 2014 نديرو غير مثال اكزومبل. شوف اش قال لك، قال لك انشئ النقطه سي بريم، حنا غادي نديرو سي بريم لتكون سي بريم صوره النقطه سي بالازاحه التي تحول بي الى ا. صافي، المهم هادي راه بالفرنسي عارف الترجمه ديالها. السؤال اشني عليك، اشني عليك كيستيون اللي عطانا، دونك لا كيستيون اللي عطانا قال لك
بين أن montre que شنو غنبينو أستاذ؟ قال لك بين أن اعتذر بيسي ما كنقدرش نهضر بالجهد وبسرعة ونتنفس في نفس اللحظة. استغفر الله. بين أن بيسي كتساوي أ سي بريم. كيفاش غادي نبينو هادي؟ سي بريم صورة النقطة سي. هادشي اللي قالك في ليكزومبل، قالك عندنا سي بريم صورة النقطة سي بالإزاحة، هادو معطيات، هذا معطى. ها السؤال، كيفاش غادي نبينو هاد السؤال هذا؟ سؤال بسيط جدا، السؤال اللي كيكون فيه المتجهات بسيط جدا، عنده طريقة وحدة. شوف معايا الديمونستراسيون، الطريقة ديال البرهان، الطريقة ديال البرهان غادي دير. ركز معايا، غنكتب لك البرهان بالفرنسية وبالعربية. لدينا سي بريم صورة سي بالإزاحة التي تحول ب الى أ. شنو كتعني هذه؟ اذا شنو قلنا قبيلات؟ راه تعلمنا واحد المعلومه جديده في الازاحه. اشنا هي؟ هي كيفاش غنحولوا هذه لعلاقه متجهيه. تري بيان، تري بيان، برافو. شنو غتعطيني؟ سي سي بريم. تري بيان، كتساوي زيد زيد. شنو كتساوي؟ كتساوي بي ا معلم. فوالا، سي سي بريم ايتيغال بي ا. يلا اللي ما فهم الله يرضي عليك، الله يرضي عليك. شوف راه كتكتب هاد الجملة عطاوها لينا في التمرين، وراه غتضيع عليك جوج النقط اصاحبي. غتقول ليه لدينا هاد الشيء، هاد الجملة كتعاودها ليه انت، كتكتبها ليه انت، عاود كتبها. شنو غتقول ليه؟ اذا اش كتاخذ النقطة اللي كاينة من مور كلمة الصورة. شتي الصورة؟ من مورها كاينة واحد النقطة، غترجعها لهنا. اذا غدير بحال غدير العودة الى الوراء. سي سي بريم ها هي كتساوي اش هنا بي الى ا، هذا باين بي كتمشي ل ا، تحول بي الى ا، اذا بي ا. شنو كتعني هادي؟ كتعني هادي مباشره اذا ايوا سي سي بريم، سي سي بريم ا بي مالو؟ متوازي أضلاع. ديك اللعبة ديال لاباتريك، تاق 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 تاق، كضرب هنا وهنا وكترجع لهنا وكتدخل لداخل، برا داخل برا داخل. سي سي بريم أبي متوازي أضلاع. تخي بيان، بما أنه متوازي أضلاع أجي كاع نرسموه هنا، نرسموه صغير غير باش نعرفوا المتجهه اللي غادي نستغلوها. فين هي المسطره اللي يقولوا لك ثاني استاذ؟ راه الادوات الهندسيه تبقى تستعملهم في الانشاء. اودي 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 اش دير؟ انا راه كنرسم متوازي هاد غير بعيني. غايقول لك ثاني لا استاذ، راه ديال الادوات الهندسيه، راه التلام ديالي هادو، التلام ديالي علمتهم كيفاش يديروا متوازي هضلاع البارح.
اذا انا هاد المتوازي اللي طلع ما ترسموش، هذا ما ترسموش، انا غير كنوريك سي سي بريم كتبهم بالترتيب ا بي. حنا شنو بغينا؟ قال لك بين لي ان بي سي كيساوي ا سي بريم. علم ها هي دابا بانت لك بي سي اش كتساوي ا سي بريم. برافو. غتقول لي مباشره ومين ومين هو يعني من هاد المعلومه هادي دابري سي انفورماسيون شنو غادي نخرج منها؟ ان بي سي كتساوي ا سي بريم. سي سامبل. سهل، برهان بسيط بسيط جدا. الغزال الغزال الا قال لك شي حاجه فيها متجهه، كاينين خاصيات اخرى حنا كنهضروا دابا، الا قال لك شي حاجه فيها متجهه مزيانه الفكره نكتبها بالفرنسيه. التلامذة ديالي غديروا الترجمه ولا نكتبها بالفرنسيه؟ تلاميذتي الاعزاء، تلميذاتي العزيزات، نكتبها لكم بالفرنسيه. جيو كان بروبليم، الا فهمتوا هكا وعارفين ترجموها ما عنديش مشكل. ايتها الذبابه ابتعدي عني. بلاش تخي بيان، الله يسخر، شكرا لكم. ارا نعطيو المثال الثاني. علاش جبتي البلاصه اللي كنسكن فيها فكا ديال السي الرجاوين؟ اش بيتي البلاصه تجي عندي تغدى عندي غدا؟ مرحبا بك الا بيتي تغدى عندي غدا مرحبا، واخا عندي تصحيح البكالوريا في الصباح جي عندي مع 12 تغدى مرحبا بك يا صديقي. والله يا ودي غير ما تجي عندي للفطور، الفطور ما غاديش نكون لان كاين عندنا تصحيح البكالوريا غدا غادي نبداو. دابا غادي نعطيكم نوع اخر. ترن 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 قبل ما نديرو غادي نديرو حاجه اخرى. قبل ما نخليو المثال الثاني لان فيه واحد السؤال ضروري خصني نشرحو، نخليو المثال الثاني غادي نرجع ليه، نمشيو نديرو خاصيه واحده اخرى، نخليو المثال الثاني نرجع ليه لان فيه واحد الخاصيه ضروري خصني نطرق ليها هي الاولى. الخاصيه رقم 2 لا ما صعب والو، لا ما صعب والو، الكلام ديالي جاوبوا لله الحمد ما صعبوا حتى شي حاجه. الخاصيه رقم 2
ماشي مشكل السي خالد بلا كاع ما تفهم. الخاصيه رقم جوج كتقول صوره مستقيم صوره مستقيم ا ب بالازاحه ت هو المستقيم هو مستقيم او صوره المستقيم ا ب بالازاحه ت هو المستقيم ا بريم ب بريم ليماج دو لا دغوات ا ب par la translation T إلى droite A' B'. استغفر الله. فكرة بطريقة أسهل الفكرة بطريقة أسهل كيفاش كنديرو الديمونستراسيون وهي السي محمد الديمونستراسيون كنديرو لدينا ا بريم صورة ا بالإزاحة تي ولدينا ب بريم صورة ب بالإزاحة ت إذن أ بريم ب بريم هو صورة المستقيم أ ب بالإزاحة ت سهلة العملية سهلة العملية عندي أبريم نفس داكشي اللي درناه قبيلات عندي أبريم هو الصورة ديال أ و بي بريم هي الصورة ديال بي إوا راه أبريم بي بريم هي الصورة ديال أ بي هادو كنلصقوهم كيعطيونا مستقيم هما اش كيكونوا ليا واحد المستقيم اللي الصوره ديال هذا المستقيم هذا يعني من حقي نقول هنا المتجهه ا بريم بي بريم كتساوي المتجهه ا بي من حقي نقول ان هذا صوره هذا المستقيم من حقي نقول ان هذه القطعه هي صوره هذه القطعه من حقي نقول اي حاجه بغيت من حقي نقول اش اي حاجه بغيت هنا نعاود غادي نعطيها امثله سيام غير بشويه غير بشويه اللي راه كنقرا لي كومونتير هنا كنقول بلي ان المتجهه ا بريم بي بريم كتساوي المتجهه ا بي كنقول كذلك ان المسافه ا بريم بي بريم كتساوي المسافه ا بي كنقول كذلك ان المستقيم ا بريم بي بريم هو الصوره ديال ا بي كنقول كذلك ان القطعه ا بريم بي بريم هي صوره القطعه ا بي
يعني هاد الكتابة غنخرجوا منها مجموعة من الحوايج. مثال، أبي نعطيكم الأمثلة تتشبعوا تتقموا تتقولوا بارك الحمد لله فهمنا. أما نسالي معاك هذا الدرس تضبطوا مزيان. هاجي نوريك واحد المثال ديال الامتحان، هذا امتحان غادي نخدموه جميع، نعطيكم الأسئلة ونخدموه. هذا امتحان وي غنذكركم خديجة بمنتصف قطعة، نقول لكم منتصف قطعة السر ديالها، ركز معايا وغنعطيك السر ديالها. انا غندير لكم واحد 80 في منتصف قطعه. قال لك اسيدي ركز معايا مزيان، قال لك في المعطيات نكتب المعطيات بالاحمر، قال لك ليكن اب بي سي مثلث، كتبوا معايا التمرين سواء اب بي سي ان تريونغل و اي منتصف القطعة بي سي. وإي منتصف القطعة بي سي؟ قال لك سيدي نعتبر الإزاحة تي التي تحول اي الى ام، التي تحول اي الى ام. اولا قال لي كنشئ النقطتين بي بريم وسي بريم صورتي ب و س بالإزاحة ت. السؤال الثاني أولا نجاوبو سؤال بسؤال، نجاوبو سؤال بسؤال، نجاوبو سؤال بسؤال. بالفرنسية غيقول لك construire les deux points ou les points B prime et C prime les images des points B et C par la translation T. Voilà. هنا غادي نديرو الرسم ديالنا عادي. ممكن نمسح الكاميرا مرحبا. يعني قال لك رسم لي مثلث ا بي سي ان تريونغل، هادو راه معطيات عاديين ا بي سي مثلث. ا بي سي مثلث 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 مثلث، فين هو الكحل؟ دونك ا بي سي مثلث
واخا خديجة مرحبا. قال لك اي منتصف القطعة بي سي، اي لو ميليو دو بي سي، اي لو ميليو دو سيغمون بي سي، يعني غتكون منتصف القطعة. كيفاش كنديرو منتصف القطعة؟ او راه الكاميرا واضحة سيام سيام، راه بوحدك اللي ما كتبان لك الكاميرا. يا الله الا بغيتي ترسم المنتصف كتحط صنات البركار هنا كتمشي كتمشي لهنا، لا كتفوت غير نص واحد شويه بحال هنا مثلا، ثم كدير بحال هكا. ما تسدش البركار، رسمتي هادو ما تسدش البركار، ما تسدوش. خد تاني صنات البركار اللي هنا ما تسدوش، ما تحركش البركار. هكا كنرسمو المنتصف. نعاود، كتشد صنات البركار كتحطها هنا، كتفتح البركار خص فوت النص، فوت النص، كدير قوس هنا وكدير قوس هنا، ثم كتخلي ما تسدوش يعني ما تسدوش، المهم فهموها كما بغيتو. كتجيبها لهنا وكترسم ثم كتاخذ مسطره وكتحاول تربط ما بين نقطتين. هاي إذن هذا هو المنتصف، هذه هي النقطة اي. قال لك دابا انشي النقطتين بي بريم صورة بي. اشنا هي الإزاحة؟ الإزاحة تي تحول اي الى ا، تحول اي الى ا، يعني الإزاحة كتحول لي هاد النقطة اي النقطة ا. سيهام سيهام راه كتطلع لي ميساج بزاف. تعصبوني والله الا كتعصبوني. دونك ها هو المنتصف، ها قطعة بي. بغيتي دير المنتصف ركز معاهم، كناخدو القطعة ا بي، كتمشي كدير صنات البركار، صنات البركار هنا ماشي هنا، ما كتاخدش هاد البلاصة وما كتاخدش هاد البلاصة، لا فوت غير نصها مثلا هنا، خد هاد البلاصة هادي غترسم بحال غترسم دايرة، رسم غير قوس لفوق ورسم واحد القوس لتحت، قوس لفوق ورسم واحد القوس لتحت. صافي مزيان، ولكن ما تقيسش البركار خليه كما هو، فقط غادي تحيدو من هاد البلاصة وغتدي لهادي ها انت، حيدو من هنا وجيبو لهنا، خليه ما تحركوش، ثم غتكمل تاني غترسم قوس لفوق وقوس لتحت. رسمنا قوس لفوق ورسمنا قوس لتحت، دابا غادي نربطو ما بين القوسين. شتي هذا دابا كاين هاد النقطة هادي وكاين هاد النقطة، شتيهم القوسين كيتقاطعو في نقطة، ها وحدة ها الأخرى. ماشي غندوز مستقيم، لا غنمشي غير لهنا وغندير هكا. هذا هو المنتصف، واضح ولا نعاود؟ اذا رسمنا المنتصف مزيان، دابا شوف معايا، كتمشي للمتجهه، كتمشي للازاحه، كتمشي للازاحه. اش قال لك؟ قال لك الازاحه تحول ترانسف
ترانسفير اي كتحول ليها الى ار. كنمشي كنرسم المتجهه اي ا، ضروري ترسمها. دابا شنو بغيت؟ بغيت ندير الصوره ديال بي، غنمشي للنقطه بي. ركز معي جيدا، غنمشيو للنقطة بي، غنمشيو لهنا. ديك المتجهة اللي رسمت، المتجهة اللي رسمت كتمشي للأصل ديالها، بحالا غادي تعبرها. المتجهة اللي رسمت ديال الإزاحة كتمشي للأصل ديالها بحالا تعبرها، ثم كتحولها لديك النقطة اللي بغينا نديرو الصورة ديالها عادي، وكندير قوس. نعاود، كتمشي لهاد المتجهة وكتحولها لهاد النقطة هادي. المهم أنا راه تفتح لي البركة واحد شوية، مزيان. ثم كنعاود نمشي لهنا، يا الله يا الله، كناخد تاني هاد العبار باش ندير لهنا. اذا انا غادي نعكسها هكا، شوف سناط البركار، تعلم ديما في سناط البركار انك ديرها في ديك النقطه اللي هي الاصل ديال المتجهه، ماشي تما فين كيكون السهم. الاصل ديال المتجهه، شوف معاه، في الاول كناخذوا هذه النقطه هذه وكنديو سناط البركار لهنا، في التالي كناخدو هادي. ديما شوف، ديما سناط البركار كاينه في اي. ضربني البرد. وكتديها لهنا وكترسم القوس. ضروري شري البركار، كيدير غير 60 ريال. البركار راه كيدير 3 درهم 4 درهم. اذا هذه هي النقطه اللي كنقلبوا عليها. يغفر لكم الله، استغفر الله. نفس الطريقه الاخوان، شوف معايا، بغيت دابا ندير الصوره ديال السي، راه ساهل والله، الا الا الهندسه الا ساهله. غنديروا الصوره ديال السي، ها انت كتعلمي ولا تخافي ولا تحزني. غنمشيو ثاني للمتجهه ديال الازاحه، غنحولها للنقطه اللي بغيت ندير ليها الصوره. ما عرفت علاش كنقيس البركار. وإلا سيلا داز الساعة يا أخي، دوز الساعة ودوز الساعة أخرى هكذا، ماشي مشكل، ما كملناش اليوم نعاودو نكملو غدا. المهم هو الإفادة، أما نسالي الله إبراهيم، إلا بغيت نسالي بنسالي من دروك راه كون ساليت. فوالا هادي هي السبريم. إذا هذا هو الشكل اللي عندي، واش خرج لكم هاد الشكل الاخوان؟ هذا هو المثلث الاصلي. هادو هما النقط الجديده. واش عرفتوا دابا شنو هو السؤال؟ اربي واش عرفتوا شنو هو السؤال؟ السؤال كيكون بزاف الاسئله، يعني في التمارين ديالها اللي كيتحطوا في الجاوي، بين ان ا هي منتصف القطعه
ب بريم س بريم مونتري ك ا ا لو ميليو دو سيغمون ب بريم س بريم. كيف نفعل ذلك؟ هنا كاين المعنى. كيفاش غنبينو ان ا هي منتصف القطعه ب بريم سي بريم؟ ا كيفاش غنبينو ان ا هي منتصف القطعه ب بريم سي بريم؟ مرحبا ودي السي محمد. اقول الصوت انا اللي ما كنهضرش. السي بريم ما كتساويش ا بي بريم مراد. وردة الامل انا غادي غير بالخاطر، ما عندي فين نزرب. لا فرح فرح خطا. يلا ركز معايا نشرح ليك. ركز معايا. لدينا سي بريم صورة السي بالإزاحة التي تحول اي الى ا. اذن شنو كتعطيني؟ شفنا قبيلات كتعني ان السي سي بريم، او لا نديروها مش بلا ما نديرو هادي، نديروها بي بريم صورة ب كاين جوج ديال الطرق اللي عجب، و ب بريم صورة ب بالإزاحة
التي تحول اي الى ا، واي وعفوا صورة اي بالإزاحة التي تحول اي الى ا، وبما أن إي منتصف القطعة بي سي، فإن هنا كنعود كل نقطة، هنا كنعود كل نقطة بالصورة ديالها. إي الصورة ديالها هي أ، ب الصورة ديالها هي ب بريم، و س الصورة ديالها هي س بريم، وحنا كنعرفوا ان الازاحة تحافظ على منتصف قطعة. طريقة رقم واحد، هذه الطريقة الأولى، هذه الطريقة ديال الدروش، طريقة ديال الدروش كتقول لي فقط المعطيات، كتقول القاعدة. اش كتقول القاعدة؟ القاعدة كتقول، القاعدة كتقول إلا كانت، إلا كانت سي بريم هذه صورة هذه وهذه صورة هذه وهذه، هانا نشرح لك. إلا كانت أ صورة ب، وكانت سي صورة د، وكانت أ صورة اف، شنو هما المعطيات اللي غنخرجوهم؟ ركز معاه، من حقي نقول ان الزاويه ا سي او كتساوي الزاويه بي داف، من حقي نقول ان صوره المثلث ا سي صوره المثلث بي داف هو المثلث بي دي اف، هو المثلث ا سي او. الى عندي سي، الى عندي دي هي المنتصف ديال بي اف، راه سي هي المنتصف ديال ا او. الى عندي اف كتنتمي للمستقيم بي دي، راه او كتنتمي للمستقيم ا سي. كل كتاخذ الجمله اللي عندك، كتاخذ الجمله اللي عندك وكتبقى تعوض فيها الحروف بالصور. كتاخذ الجملة اللي عندك كتبدلها بحيث كل حرف كتعوضو بالصورة ديالو، كل حرف كتعوضو باش بالصورة ديالو. هنا منين جبنا هاد المعطيات، هاد الجملة، هاد الشيء هذا منين جبناه؟ هادو جبناهم من التمرين. كنقول لي أمرا ونتبع معاه، والله إلا سهلة، راه هذا هو البرهان البسيط كاع. كتقول لي سي بريم صورة سي، بي بريم صورة بي، ا صورة اي، بما ان اي منتصف بي سي اذن ا منتصف بي بريم سي بريم. ها هي سي بريم، هي الصورة ديال سي، و بي بريم هي ليماج ديال بي. و ا هي ليماج ديال اي. غتقول لي بويسكو هادشي، هاد الجمله هادي راه تعطات لك في التمرين. ها هي اي منتصف القطعه بي سي،
غتقول ليه بما ان اي منتصف القطعه بي سي، فان كتعوض هذه بالصوره ديالها، كتعوض هذه بليماج وهذه بليماج. كاين فاش الدوخ؟ والله ما كاين فاش الدوخ. ماشي كتجيني ساهله حيت انا استاذ، وساهله اصاحبي حيت ما فيها والو معطيات. هاد الجمل كلهم كاين عندك في التمرين، كتجيبهم كتبقى تعدل فيهم صافي. ماشي حيت انا استاذ ما تبقاش تخبقوا بديك القضيه ديال ساهله حيت انت استاذ. هاد الشيء هضره ماشي كاع رياضيات. الطريقه الثانيه، الطريقه الثانيه لدينا سي بريم صورة سي بالإزاحة التي تحول اي الى هاد الشرف المعطيات. صافي مزيان. اذا حسب التعريف شنو كنقولوا؟ كنقولوا سي سي بريم كيساوي اي ا، ياك متفقين؟ سي سي بريم كيساوي اش؟ سي بريم صورة سي، سي سي بريم كتساوي ا. فوالا سي سي بريم كتساوي يا مزيان. ومين سي سي بريم اي متوازي اضلاع. متوازي اضلاع شنو كنخرج من متوازي اضلاع؟ ها هو الشكل. اذا غنقول لي ان هذا كيساوي هذا، ركز معاه اللي كيهمني هو هذا، هذا كيساوي هذا. اذا اي سي كتساوي ا سي بريم، اذا اي سي كتساوي ا سي بريم. الا كان هذا قلنا بلي ان هذا متوازي اضلاع، اذا اي سي كتساوي ا سي بريم. هادي الاولى. غنعاودو تاني بالنسبه للنقطه الاخرى، لدينا نفس الشيء غنعاودو للمره الثانيه. يلا تبع معايا. بي بريم صوره بي بالازاحه التي تحول اي الى ا. اش كتعني هادي؟ اذا بي بي بريم كتساوي اي ا، ومن بي بي بريم اي متوازي اضلاع. اذا بي بي بريم اي متوازي اضلاع، غنقول ليه بي اي كيساوي بي بريم ا، بي اي كيساوي بي بريم ا. اذا بي اي
كيساوي بي بريم أ. صافي مزيان. هادشي هذا شفناه في الاول في لي ديمونستراسيون الاولين، وريتكم علمتكم كيفاش نكتبوا هاد البرهان هذا، كيفاش نكتبوا هاد الجمل وعلاش كنكتبوهم. كافية كبران كافية. شوف معاهم دابا غادي يجي الدور المنتظف. صافي هادو فصلت فيهم مزيان، قديتهم زوينين. دابا غادي نجيو دابا للمنتصف، غنقول ليه في المعطيات. المعطى رقم 3 دابا لدينا اي منتصف بي سي. الناس ديال البيوف راه عندهم كديروا الترجمه. لدينا اي منتصف بي سي، شنو كتعني اي منتصف بي سي؟ شنو كتعني اي منتصف بي سي؟ اي منتصف بي سي كتعني ان بي اي كتساوي اي سي. هنا كتذكير فقط بقاعدة المنتصف. اذا كانت اي منتصف ا بي سي اي اي لو ميليو est le milieu de AB d'un segment AB. شنو كيعني هذا؟ هذه قاعده دابا اللي كنقول لك، كيعني ان هذه المتجهه، هذه شتي هذه المتجهه، هذه المتجهه هذه اي كتساوي كتساوي هذه المتجهه هذه كتساوي اي بي. ا اي كتساوي اي بي، بحيث هذا هو المنتصف. اذا بما ان اي هو المنتصف ديال بي سي، شتي كتكحزهم بي سي وكدير اي الوسط. كتكحزهم وكدير اي الوسط مزيان. شحال كتساوي بي اي؟ دابا كل وحده غنعوضوها بداك الشيء اللي لقيناه في الاول. بي اي بشحال باش غنعوضوها؟ بي اي هي بي بريم ا. اي سي ياش هي ا سي بريم. اش كتعني هاد العلاقه هادي؟ اش كتعني هاد العلاقه هادي؟ اش كتعني هادي؟ هي تعني ان ا منتصف بي بريم سي بريم. بغيتو تحفظوا الديمونستراسيون نعاود؟
دابا حاول دابا تركز معايا، الله يرضي عليك ركز معايا. كل معلومه كيفاش كنكتبوها ومنين كنجيبوها؟ راه الا فهمتي الهندسه، الا فهمتي الاشكال، الا فهمتي الاشكال كون اكيد انك غادي تولي طياره. الجمله كتعطانا، الجمله كتعطانا لدينا السي بريم سو سي بليزاح التي تحول الى شنو خرجنا منها؟ قلنا كنخرج منها ان سي بريم، سي بريم كتساوي لينا اي ا. اش كتعني هادي؟ هاد العلاقة هادي تعني ان سي واحد سي بريم اي متوازي اضلاع، وكنخرج منه اللي بغيت. هنا المتجه اللي غتخرج منه على حسب المطلوب. كيفاش يا استاذ على حسب المطلوب؟ انا شنو بغيت؟ بغيت نبين ان ا هو المنتصف ديال هاد القطعه هادي. اذا اللي كيهمني هو هاد المتجهه مع هاد المتجهه هادي. خصني نكون ذكي، اش نقولي؟ نقولي هذا كيساوي هذا؟ ما عنده حتى شي معنى. بغيت نبين ان هاد المتجهه كتساوي هادي. اذا قلت لي اودي المتجهه اللي عزلت هي اي سي كتساوي ا سي بريم. نفس الشيء قلنا لدينا اون بي بريم ليماج دو بي بار لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم اي اون. اش كتعني؟ كتعني ان بي بريم ها هي كتساوي اش اي ا ها هي نفس الجملة، نفس هادشي كيتعاود. ومين بي بريم ا اي باراليلوغرام متوازي اضلاع، خرجنا منو تاني هادي؟ صافي سالينا تفكينا معاهم. دابا جينا قلنا لدينا اي منتصف بي سي، منين جبنا تاني هاد اللازينة؟ هاد اللازينة هادي هي واحد السيدة كتجيب لينا المعطيات من التمرين. ها هي ها هي ها هي زيد 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 زيد. لدينا اي منتصف القطعة بي سي، بالفرنسية عاود اي لو ميليو دي سيغمون بي سي. شنو كتعني او استاذ هاد اي لو ميليو دو سيغمون بي سي؟ كتعني اش؟ انك الى قال لك ركز معايا اي منتصف او اف، شوف شنو غدير. غدير او اف وغتكتب هاد اي هادي، تكتبها هنا وتكتبها هنا ودير تساوي هنا، وها هي العلاقه ديال المنتصف. عقل غير على هاد العلاقه هادي. اي كاينه في الوسط، قال لك جي منتصف ام ان. شوف اش درت من فيكتور، ماشي درت المتجه هنا الاخوان، قطعه اعتذر منتصف ام. لا حول ولا قوه الا بالله. دونك هنا جي منتصف ام ان، شنو كتعني؟ ام ان وجي هي في المنتصف، متجهه. هادشي اللي طبقناه هنا، قلنا عندنا اي منتصف بي سي. اش كتعني؟ كتعني ان بي اي كتساوي اي سي. ايوا زيد زيد استاذ. دابا عوضنا، مشينا سرقنا من داكشي اللي بينا في الاول بي اي، حطينا بلاصتها ها هي. اي سي حطينا بلاصتها. اش كتعني هذه الجمله؟ كتعني ان ا اللي كاينه الوسط هي المنتصف ديال بي بريم سي بريم.
غدي لا بيقضي لك شي غرض غدي. مثال اخر او نديرو خاصيه ونديرو مثال، نديرو خاصيه ونديرو مثال. كتقول لك قاعده اخرى، قاعده رقم ثلاثة، القاعدة رقم ثلاثة كتقول لك إذا كانت أ بريم صورة أ بالإزاحة تي وكانت بي بريم صورة ب بالإزاحة ت، فإن القطعة أ بريم ب بريم هي صورة القطعة أ ب بالإزاحة ت، غنكمل غير هادي، نكمل غير هاد القاعدة هادي، غنكمل غير هاد القاعدة هادي الإخوان، نكمل غير القاعدة. بانت ليكم الغفلة في الفرنسية، اخ ماشي مشكل. مثال هذا الامتحان ديال جهة الدار البيضاء جهة مراكش اسفي 2018، امتحان جهة مراكش اسفي الفين وتمنطاش. غادي نخدم غير مثال وغادي نسالي، نخدم مثال ونسالي، انا راه عييت اكثر منكم. قال لك نعتبر اون كونسيدير الازاحه تي، اون كونسيدير لا ترانسلاسيون تي التي تحول كي ترانسفورم النقطة اي لو بوان اي الى النقطة جي.
و بوان جي. قال لك ان صورة النقطة ام بالإزاحة تي ان ايليماج دو ام بار لا ترانسلاسيون تي. السؤال يلا انتوما اللي غتجاوبوني. حدد صورة القطعة، حدد صورة القطعة اي ام بالإزاحة تي. ديتيرميني ليماج دي سيغمون اي ام باغ لا ترانسلاسيون تي. Déterminer l'image du sigma M par la translation T. بغينا نحددو الصورة ديال هاد القطعة هادي. شنو غادي نقول ليه؟ لدينا ان صورة النقطة ام ولدينا اشنا هي الصورة ديال اي، اشنا هي ليماج ديال اي، كاين لي ليماج دو اي، الصورة ديال اي، اشنا هي الصورة ديال اي بالإزاحة، الصورة ديال اي هي اش؟ اشنايا الصورة ديال اي؟ تخي بيان مراد هي جي، الصورة ديال اي هي جي، ولدينا جي صورة اي بالإزاحة تي، اي اون جي اي ليماج دو اي باغ تي. دابا من حقي نقول اذن، شوف معايا ان جي هما لي زيماج، اذن القطعه ان جي هي صوره القطعة ام اي. فوالا، بغيتي انت دير اي ام، بغيتي تبدا من هنا باش يبانو لينا النقاط، بغيتي تبدا من هنا غتقول لي اي ام اذا جي ان، راه بحال سيد لا ميم شوز. غتقول لي اذا جي ان هي صورة غير نفس الترتيب، غتقول لي اذا جي ان
هي صورة اي ام. هذه صورة هذه وهذه صورة هذه. اذا هذه القطعة هي صورة هذه القطعة. هذا المستقيم صورة هذا المستقيم. هذه المتجهة كتساوي هذه المتجهة. هذه المسافة كتساوي هذه المسافة. اللي عجبك ديرو فقط بهاد الجمل هادو. غدا ان شاء الله تعالى غادي نديرو خاصية اخيرة او جوج خاصيات ديال الدائرة وديال المسافة وديال الزاوية، ثم غادي نديرو بزاف ديال التمارين. صافا الاخوان، غدا مع العشرة ان شاء الله تعالى، اولا نبداو بكري مع 9:30. غدا مع 9:30 ان شاء الله تعالى، غدا مع 9:30 غادي نديرو بزاف ديال التمارين. يلا سيرو الفرنسية، ما غاديش نعاود اسهام وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الى الغد.